عزبان موت عزبان موت عزبان. الامور اللي اكيد تغيب عن الراي العام اللي راحوا نعرفوها طريقه الوفاه، كيفاش هذه العائله تلقات الخبر، مجموعه من الامور اللي اكيد كنشوف واحد الصدمه كبيره على هذا الحي هذا وفي الاعيون ديال الجيران ديالو. مرحبا بك لاله، قربينا، كيفاش عرفتي هذا الخبر؟ السلام عليكم، معكم ميلودا جدال، فاعله جمعويه بنفس المنطقه اللي كيعيش فيها المرحوم هشام بورزا اللي هو الجار ديالنا وابن المنطقه اللي كبرنا فيها كاملين. اليوم حنا كنستنكروا هذه الجريمه هذه، ماشي غير اللي هو الامن كامل. اليوم حنا ضعنا في هذا الشاب هذا وضاع فيه الامن الوطني، حنا كنستنكروا هذه الافعال باش واحد اللي كيحمي البلاد. حنا راه كنقولوا الامن، انه الامن ديالنا، ملي غنوليو نشوفوا واحد من رجال الامن ديالنا كيتقتل بهذه الطريقه وكيتحرق بهذه الطريقه، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. حنا اليوم بغينا حنا نعرفوا، انا بغينا نعرفوا الحقيقه، بغينا نعرفوا شكون الفاعل لهذه الجريمه هذه. حنا اللي سمعنا انه كاينه واحد البنت اللي تحت الحراسه النظريه لبنت الحي المحمدي، هي اللي كيحقوا معاها حاليا، ولكن الضحيه الجريمه شكون اللي فعلها الجاني باقي ما عرفناش. حاليا كاينه بنت الحي المحمدي هي اللي كيستنطقوا فيها حاليا، ولكن حنا بغينا نعرفوا شكون هذا الجاني. السياره ديالها كاينه، السياره ديالها، لان كنا معاهم البارح في الدائره ديال الرحمه وشفنا السياره ديالها، انها كي يعني السلطات راه كتاخذ التحقيقات ديالها، ولكن الجاني باقي ما عرفناش. كنتمناو حتى حنا نعرفوا هذه القضيه كيفاش، لان هادشي ولا كيخلعنا، هادشي ولا كيخلعنا في البلاد ديالنا. راه باش غتشوف ان رجل الامن كيتحرق بهذه الطريقه وكيتلاح في واحد القادوس، راه ما غايصدقهاش العقل. هذه راه صدمه لا الام ديالو ولا الاب ولا الجيران ولا الساكنه كامله، راه كلشي مصدومين، كلشي مصدوم في هذه الكارثه هذه، راه كارثه. واش رجل الامن حنا كيحمينا وكيحمي البلاد وكتلقاه انهم راه ما احترموش حتى ديك اللبسه ديال الامن الوطني، راه ما احترموهاش. واخا اليوم انتم اخنا قدرتوا تيقين فيه ان شاء الله عمرها دار، كاين الله عمرها دار، كلشي كيشكروا الجيران ديالو والاهل ديالو كلشي تيشكروا. كيفاش مات بهذه الطريقه الله اعلم، حنا ما عرفناش، حنا باقيين حنا كنتخبطوا ما عرفناش شنو هذا الشيء. شفتي هذوك الصور شنو كان؟ وراه صور ما تقدرش تشوفها، راه اللي في قلبه الاسلاميه راه ما يقدرش يشوف واحد التصاور، راه التصاور لا اله الا الله. راه تصاور كيفاش ديال كيفاش محروق، كيفاش اللبسه ديال الامن محروقه، كيفاش الحاله ديالو، هو مشى شهيد، ولكن حنا كنستنكروا هادشي. السبب وراء هذه الجريمه ما نقدروش نعرفوا السبب، باقي حتى شي حاجه ما عرفناها، باقي ما عرفناش. كنتمناو حنا نعرفوا علاش ديال السيد اللي تشوف الام ديال السيد في واحد الحاله يرثى لها، لانها راه كتبقى ام، راه كتبقى ام. راه الام ملي كيتوفى ليها الولد ديالها راه ما كتدخل في واحد الحاله اللي ما كتصدقاش، لان شكون اللي عزيز علينا الا وليداتنا. ملي كتشوف الولد ديالك راه غير الوفاه عاديه وما كتقبلهاش العقل، وما بالك انه كيتوفى بواحد الطريقه، القتل والحرق راه طريقه بشعه. حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس اللي داروا لي هذه الحاله، زعما الناس اللي وصلوا كتبغي لي حنا كان الاقصى العقوبات ديالنا اننا كنتيقوا في الامن ديالنا وكنقولوا بغينا الاعدام، ولكن هذاك الانسان ملي تيشعل في واحد خوه العافيه راه هو خاصه تشعل فيه العافيه، باش غتعطيك خاطرك انك تحرقه راه انت اللي خاصك تحس بهذاك الحرق، انت خاصك تحس بيه. صح فاجعه، لا يكون راجل ولا امراه، انه باش غيقتل واحد راه كيقول لا تقتلوا النفس اللي حرم الله الا بالحق. واش حنا باقي عندنا شي جهاد ولا باقي عندنا ان الناس؟ واش عا كتشد واحد كتقتلو كتحرقو؟ راه خاصو حتى هو يتحرق، يحس بهذيك الحرقه اللي حرقو. كيفاش كتعطيهم خاطرهم انهم يحرقوا واحد الانسان؟ راه واحد راه على بالك عام مجروح راه كيبقى فيك، كيفاش انك تتحرق واحد الانسان كي حالته العافيه؟ العافيه راه حنا كنسمعوها غير ملي كنسمعوها في جهنم، واننا كيفاش كان كيبالك الانسان كيتوب في واحد اللحظه غير ملي كيسمعها، غير ملي كيسمعها، وما بالك انك كتحرق روح. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. دار احترام السلام، عمرنا ما سمعنا منه شي كلمه العيب كاع في الدرب هذا في اي بلاصه كاع. خويت السيد هشام بورزة تنسكو في الزنقه عندنا، وسيد بوليسي ومحترم واحترام كاع ولاد ليساس فكاع كلهم كاع، وعائلته الله عمرها دار، والله يرحمه الله يوسع عليه. هاد الناس اللي داروا لهاد الحاله الله يجعل ربي ياخذ فيهم الحق.
كيفاش تلقيتوا الخبر؟ كيفاش تلقيتوا الخبر ديالك؟ خويا خبر صادم الصراحه، بقى فينا الحال بزاف مسكين، بقى فينا الحال بزاف، ما يستاهلش مسكين كاع، درويش الله عمره دار كاع. ما تتمناش بان هذا بوليسي مسكين غادي تيدير الخير والاحترام كاع الناس كاع اللي استسفى كاع تيعرفوه كاع مسكين. اخر مره شفتيه؟ اخويا هذا شي ثلاث ايام ديما، حقاش انا ولد السيكتور ديما مسكين، ديما تيجي هنا يطلع على والدي ديما، حقاش الوالده ديالو مسكينه مريضه. عيانه مسكينه، ديما مسكين تيجي يطلع عليها ديما، هو تيطلع عليها هو تيصرف عليهم هو اللي مكلف بهم مسكين، ها هو دابا عنده وليدات ومسكين عنده جوج وليدات مجوج. علاقته مع الجيران؟ الله عمرها دار حلوه مسكين، عمر هذا السيد لا والو والو ما عندوش عاده، واحد السيد الله عمرها دار. بالنسبه للام ديالو شتي هذا؟ الام ديالو منهاره مسكينه، مريضه مسكينه، مكربصه مكربصه مسكينه، مريضه شحال هذه وهي مريضه مسكينه، الله يشافيها ويشافي جميع المسلمين. هذا الشيء اللي غنقوله اخويا. اخويا الله ياخذ فيهم الحق، نتمنى لهم اعدام هاد الناس اللي داروا هاد الحاله، هاد الحاله ماشي ديال الانسان اللي غيكون ملتزم ومسلم، تشد بنادم خوك مسلم تقطعو وديه من هنايا حتى من الرحمه ديه حتى لحد السوالم، من حد السوالم نتوما عارفين المنطقه فين غادي تحرقوه، يعني دار سينا داك الشيء. الله الله اعلم، الله اعلم، الله ياخذ فيه الحق واليوم الجمعه، الله ياخذ فيهم الحق اخويا هاد الناس هادو، ما بقى لا اسلام لا والو، لا الله ياخذ فيهم الحق اخويا، الله ياخذ فيهم الحق.